الرئيس السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ. وزارة الداخلية تنظم قوافل طبية وإنسانية لعدد من دور المسنين. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء. واطلع سيادته على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدان وتضم 4 كليات. الجدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملية إنشائها في يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس صدر. كما قام الرئيس السيسي فجر اليوم بجولة تفقدية بالدراجة بمدينة شرم الشيخ، يأتي ذلك قبل انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته 3 والتي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 17 ديسمبر بمدينة شرم الشيخ بسيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه عرض مسرحية المحاكمة على مسرح شباب العالم. جاء ذلك عشية انطلاق منتدى شباب العالم الثالث 2019، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية للشباب من مختلف جنسيات العالم ولمناقشة قضاياهم وعرضها في إطار فني رفيع. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مراسم توقيع عقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجموعة بولي الصينية الدولية بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. نظمت وزارة الداخلية قافلة طبية وإنسانية لعدد من دور المسنين بمناطق مصر الجديدة والنزهة والمقطم بالقاهرة. نتابع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية، كانت مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين وكأداة فاعلة في تحقيق التواصل معهم، حيث قامت الوزارة في إطارها بتوجيه قافلة طبية وإنسانية لعدد من دور رعاية المسنين بالقاهرة نظمها قطاع حقوق الإنسان وقطاع الخدمات الطبية. قامت بتوقيع الكشف الطبي على نزلاء الدور وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، كما تم توزيع مساعدات عينية عليهم، وهو ما أدخل البهجة والسرور في نفوسهم وعبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة وهذه الزيارة التي تعكس اهتمام وزارة الداخلية بهم في ظل تكرار هذه الزيارات. احنا بنشكر سيادة الرئيس وبنشكر وزارة الداخلية على الإعانات الجميلة اللي هي بتجيلنا وكل حاجة حلوة منهم بيجيبوها لنا. كفاية دخلتهم علينا فرحت قلبنا. احنا بنشكر وزارة الداخلية على المجهود الجميل اللي هي عاملاه معانا، كل حاجة بتجيبها لنا وبتعملها لنا، أوراق بتخلصها لنا، مساعدات مادية، مساعدات عينية بتعملها لنا، وكل في المناسبات بيجوا لنا. وده طبعا مجهود يشكروا عليه دايما، وهم طول عمرهم بيساندونا في أي أوراق بتنقصنا في الإدارة في الدار لأي حد عندنا في المؤسسة. طبعا هم دايما إيدنا بإيدهم في كل وقت وفي أي وقت. معاني إنسانية واجتماعية تحملها مثل هذه الزيارات التي تحرص وزارة الداخلية على القيام بها لدور رعاية المسنين، حيث توفر لهم رعاية وتقدم الدعم لهم، وهو ما يرفع من روحهم المعنوية.